السلام عليكم يا فنانين، مبروك ان انت عديت من الفيديو الاولاني. وخلينا نخش بقى على الادوات ازاي نجهزها. وقبل الشغل لازم نظبط الشغل، وده عنوان الفيديو النهارده. تحضير الادوات بيكون صعب شويه حبتين، بس استحمل معلش يعني يا صاحبي، يعني مشي الدنيا، استحمل لحد ما تجهز الادوات دي. اول حاجه علشان نرسم رسمه زي ديت وتطلع بالنتيجه ديت، هو ان احنا هنحتاج علبه الالوان اللي احنا هنرسم بيها، واختيارنا هو ارخص علبه الوان موجوده في اي مكتبه جنب البيت. يعني مش هتتعب كتير وانت بتجيب الادوات، هتروح عند اي مكتبه تقول له عايز علبه الوان بوستر مائيه او الوان جواش، قول لي بيكون شكلها على شكل البرطمانات الصغيره ديت، وفي منها 6 الوان وفي منها ال 24 لون وفي منها ال 12 لون، على قد السعر اللي معاك هات. احنا مش هنقول لك هات حاجه معينه، بس احنا كده كده في الكورس هنبدا بالست الوان ونحضر منها ال 24 لون. يعني لو امكانياتك في 6 الوان هات الست الوان واحنا هنطلع بقيه الالوان. تاني حاجه هنجيبها هو الورق اللي احنا بنرسم عليه، وهنا لازم تركز معايا يا صاحبي علشان الموضوع ده تقيل شويه. هتروح عند عمو بتاع المكتبه تقول له يا عمو انا عايز ورق سميك شويه علشان يستحمل الوان مائيه. هو في الغالب هيديك اي ورق عنده كده واي سكتشه كده علشان يبيع لك، فانت الورق لو ما لقيتهوش سميك شويه ما تجيبوش. طب تعرف الورق سميك شويه ازاي؟ بص على السكتش من ورا هتلاقي مكتوب عليه زي رقم 140 جرام على المتر مربع. لو اقل من 180 جرام على المتر مربع ما تجيبش، يفضل ان انت تشتري ورق 300 جرام. لو ما لقيتش ما تقلش عن 180 جرام، كل ما انت عليت ده كويس جدا معايا. ولو انت رحت مكتبه كبيره ده اللي انا بعمله، ان انت تشتري لوحه كامله كانسون، ورق كانسون، فرخ كانسون 300 جرام، وده المناسب جدا معاك. يعني دي اللي هيظبطك الدنيا، هتقطع منه هتقسمه مربعات زي ديت، هتجيب المسطره هتقيس 13 سم كده من الزاويه وكمان 13 سم وتاخد خط طولي، وبالكتر بتاعك هتقوم قاطع على 13 سم، وبعد كده تقسم ال 13 سم دول 17 سم 17 سم 17 سم، وبتطلع معاك حوالي 30 رسمه زي ما انتم شايفين كده. لو لقيت سكتش صغير زي ده 300 جرام او اقل شويه تمام، بس ما تقلش عن 180 جرام علشان هيبوظ منك والميه هتبهدل الورقه فبلاش. وبعدين فاضل الفرش، يعني الفرش مش محتاجة حاجة يعني. وهنا برضو هتروح عند عمو هتقول له يا عمو عايز فرشتين، فرشة كبيرة وفرشة صغيرة، هات أكبر فرشة عندك زي دي كده وأصغر فرشة عندك تكون زي دي كده بس كده. طب الحالة حلوة ومعاك فلوس زيادة، هات بقى الفرش ديت زي ما أنا هوريها لك دلوقتي وهعرفك استخدامها خلال الفيديوهات. زي ما أنا قلت لك هيكون كل فيديو هنتعلم استخدم فرشة جديدة. بعد كده وهو الباليتا، والباليتا برضو من عند عمو، يفضل ان انت تجيب باليتا يكون سعرها غالي شويه. يعني لو في حاجه ب 20 وفي حاجه ب 30 هات ب 30، ليه؟ هتريحك في الغسيل لما تيجي تغسلها بالالوان وكده. طب تعرف ازاي ان هي كويسه؟ لما تلاقيها بتلمع كده وغاليه وسعرها غالي اعرف ان هي كويسه. بس كده. بعد كده هنحتاج اللزق، اللزق اللي احنا هنلزق بيه اللوحه بتاعتنا، يفضل ان انت تجيب لزق عريض شويه علشان تعكعك براحتك، ما تسالنيش ليه هنعرف ده خلال الكورس. بس كده اطلع بقى من عند عمو وروح لماما قول لها عايز كوبايه ميه زي ديت بقى علشان نغسل فيها الفرش بتاعتنا، وبرضه هتقول لها عايز فنجان قهوه زي ده علشان نحط فيه ميه نظيفه جدا. ليه يا باشا؟ ده علشان نتاكد ان الفرشه اتغسلت كويس جدا، وناكد بيه ان الفرشه المزاج عندها عالي جدا ومفيش فيها اي لون تاني. يعني ده احنا بنغسل في ده الاول وبعدين ناكد بالفنجان ده. وبعد كده المناديل علشان نمسح اي حاجه ونمسح فيها الفرشه بتاعتنا، وبرده ممكن نحتاج قماشه خارجيه علشان نمسح فيها الفرشه بتاعتنا ونتاكد ان هي نظيفه جدا علشان ما نعكش الدنيا والرسمه تبوظ مننا. وبعد كده هتجيب سرنجه علشان لو احتاجنا ميه نحط نقطه بنقطه في الباليتا بتاعتنا. نظبط الدنيا بقى على حته زرعه كده كويسه جدا. بس الحمد لله على السلامة، الحمد لله انت وصلت هنا، سلامة يا صاحبي. انا عارف ان انت عبتك النهاردة، بس صدقني ده اصعب فيديو في السلسلة حقيقي. جهز الادوات، والاهم من الشغل هو تظبيط الشغل. جهزت الادوات زي ما انا قلت لك كده، بعد كده هو شغلانتك اللي انت هتعمل كده وكده كده وكده كده وكده، وبعدين تشيل اللزق زي ما انت شايف رسمة معانا بالشكل ده. سلام يا فنان، جهز ادواتك علشان نشوف الفيديو الجاي ونبدأ نرسم فعلا. استنونا بقى الفيديو الجاي يوم الجمعة الساعة 1. سلام.